والآن مع شباك الدنيا، حيث نذهب إلى مدينة تورنتو الكندية ومعرض بعنوان عالم الفاطميين يستعرض كنوز وآثار تنتمي لحقبة الدولة الفاطمية بين مشغولات فنية وقطع معمارية من تاريخ الدولة الفاطمية تبرز صفات تلك الفترة سياسيا واجتماعيا وثقافيا. نتابع. القاهرة إلى تورنتو، قطع أثرية تستحضر الماضي البعيد. معرض جديد بعنوان عالم الفاطميين بكل امتداداته في متحف أغاخان. المعرض يسبر أغوار تلك الفترة المحورية في تاريخ الشرق الأوسط. الحركة الفاطمية اصلا بدت في جنوب ايران وجنوب العراق، استمرت عبر الشام ووصلت الى شمال افريقيا، وبدعم البربر اللي موجوده بالمنطقه نجحوا ووصلوا للحكومه، وبعدين استمروا الى مصر واسسوا دوله قويه بدعم شعوب وحضارات واديان مختلفه اللي اصلا كانت موجوده في ذيك المنطقه. نحو 80 تحفة فنية أصلية تروي قصة شمال إفريقيا في الفترة الممتدة ما بين القرنين العاشر والثاني عشر، قرن من العاج يبين طرق التجارة إلى الأراضي البعيدة. هلال من الكريستال محفور عليه اسم الخليفة الظاهر، وهذا الهون البرونزي الذي يعود إلى القرن الحادي عشر، كلها تظهر مهارة هؤلاء الرجال الذين مر زمانهم. الهاون رائع لسبب بسيط، فهو الهاون الوحيد الذي نعرفه من الفترة الفاطمية، وغني عن القول أنه لا بد من وجود هوامن أخرى، إلا أننا ببساطة لم نحصل عليها على الأقل حتى هذه اللحظة. لماذا يسمى فاطميا؟ لأنه يحتوي على أسود منتصبة، وهو شعار لتلك الفترة. حرفية عالية تظهر بأبهى تجلياتها في أروقة هذا المتحف. مقتنيات ثمينة من الخزف والقطع الزخرفية التي بقيت لألف عام أبدعتها أياد خبيرة بالحياة.